السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من غزة العزة، من أرض الفداء والثبات، من أرض الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله عز وجل. نبرق بهذه الرسائل ونرسلها للمسلمين، لا ندري لعلنا لا نلقاهم بعد عهدنا هذا، فنسأل الله أن تكون هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. أما الرسالة الأولى فنقول للمسلمين إننا موحدون مسلمون راضون بما قسم الله عز وجل، لا نعترض ولا نقنط ولا نيأس من روح الله، وموقنون أن الفرج قريب عاجل وسيأتي من حيث لا نحتسب. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، والله إننا لنزلزل، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ونحن والله قد مستنا البأساء والضراء وأصابنا زلزلة في قلوبنا وفي نفوسنا، ولكننا لم نقنط من رحمة ربنا. قال الله: ولا تيأس من روح الله، لم نيأس، من سبق رحل إلى ربه نحسبه في الشهداء، ومن بقي ينتظر فرجا قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. أما الرسالة الثانية، أنت يا من تسمعني تستطيع أن تنصرنا ولو بالدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن، لا تستهينوا فيه. إن كنت غير قادر أن تقدم شيئا كبيرا يعذرك الله به يوم القيامة فليس أقل من الدعاء. اجمعوا أطفالكم حولكم وادعوا لنا، ادعوا لنا في سجودكم، تصدقوا وادعوا، قدموا بين يدي الله وادعوا لنا، فإننا بأمس الحاجة للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشتد فيه الكرب يرفع يديه إلى الله ويدعو ويدعو وهو موقن بالإجابة. الثالثة، نريدكم أيها المسلمين يا من تسمعون هذا المقطع، أوصلوا أصواتنا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فما زال في الأمة نيام ينتظرون الأبابيل تأتي، والله لربما لو أتت لقذفتنا وقذفتكم بالحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انشروا ما يجري عندنا، انشروا أخبارنا، صور أطفالنا، المقاطع التي تخرج، هذه الأنقاض التي أصبحت في كل مكان.